هاي، معكم بيانيسيمو ميوزك. جاد وهلا اليوم رح اعلمكم اغنيه أمارة يا أمارة، أمارة يا أمارة لست فيروز، هي على جام دو ماجور. اوكي، رح اعزفها بشكل هين. اول شيء بهالطريقة بنلعب أكور وتكون حدا عم بيغني معنا. اوكي، أمارة يا أمارة. هول أكيد بدكم خبرة، تصير شوي شوي رح تعرفوا تدقون. عم بعطي أنا برايفت ليسنز أونلاين، اوكي، عبر الزوم. بليز، اللي عم بفوت على كبسة الواتساب دغري، في كتير ناس عم بفوتوا ما بشوفكم غير هيك فتوا، ومحطوط انه لقد دخلنا على عبر هذا الرابط. هيدا بحط الفيسبوك لوحده، بس ما تستحوا، سألوني سؤال. سألوني سؤال، قدي الكورس، قدي هيدا، شو منهج التعليم. اوكي، يعني صار فايت اليوم لعندي شي 20 شخص على الواتساب، بس بفوتوا بيتكلوا على اللي هو الاعلان شو عم يكتب، بيرجع ما حدا بيرد، ما حدا بيحكي. بقى انتبهوا، اذا بالغلط قولوا غلط، واذا لا تم اضطر لكل شخص انا اقول له شو بدك، يرجع يحكينا، يرجع كذا، اخر شيء مش يطلع مش فاهمين شيء. بقى ما تواخذوني، انتبهوا، بس تفوتوا على الواتساب سألوا السؤال بشكل واضح، اوكي، عبر رساله صوتيه بليز، مش فيديو كول. بتشكركم. اوكي، هلا هنبلشها خطوه خطوه، احسن ما دقها كلها سوا. نرجع نبلشها، ونرجع اخر شيء بدي اقولكم اياها. لكن السولو عنا هيك، لكن أكور أول شيء دو. صار رجع دو، رجع هون ري ستيام، صار صار ستيام دو. هذه نلعبها هيك، دو سول دو، يعني دو سول بس بها الطريقة بدل هيك، دو سول دو. هلا هول بتتعلمون معي اونلاين كيف نحرك الأكوريت، مش انه دو سول دو فا سول. هو مفروض تكون اول نوتة من الاصبع الصغير الخامس على الأكور، يعني 5 3 1، ام 4 2 1، مشان نطال هيدا. بس في لهم طرق، مثلا تنقول دو فا بدي اعمل، ما بعمل هيك الوقت، دو دو فا، يم بعمل هيك دو، ما حركت كتير، لانه هيدا الفا هو زيته، بس بنسميه رانفيرسي، يعني مقلوب، فا لا مش دو، بس الدو تحت، يعني الدو هي مشتركة بين الدو ماجور وبين الفا، وكمان لا مينور. يعني بتتخيلوا من فرد موقع عدل عمو ثلاث أكوريت، يعني اوكي عن جديد. لكن هلا عنا مثل ما حكينا عنا هلا، اوكي، الشقفة الثانية. اوكي،
عندي دي دو أمارا سوري أمارا سار مثل ما أتكلم دو أو سار أمارا ندفع شوي ادفانست على الطريقة البسيطة يعني دو ماجور أمارة يا أمارة را تغرى الصال الري ستيام ري مينور ست يا مي صال سي ري يا نرون حط لا دو دياز مي صال مي صال سي ري اوكي يا يا ري يا صال ستيام دو عم جديد رح دقة بدون كأنه بس الأكوريت يعني أمارا يا صال لا 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 اوكي بدكم وقفوا الفيديو ورجعوا اعيدوا هلا ثالث مقطع أكوريت دو كلها دو فا بيرجع هون لا بيرجع هيدي نوع من التكنيك بالإكزرسيس رح نرجع نعيدها حط أبسط الأكوريت هلا إذا بتلاحظوا فا صول ري صول دو هلا فينا نحطهم مع الستيمات بس مش كلهم يعني الفا أوكي نعملها كمان هيك فينا كمان هيك سوري لا انا بحس حالي هيك عم بعقل عليكم لانه هون هي بتصير بطريقة اللعب كيف الإنسان عم بيحرك بإيدي اثنين خلينا نعتمد هول الأكوريت عفوا سوري عفوا Thank you.
هون فيكم تعلمون بس تاخذوا دروس معي. ما تنسوا تشتركوا بالويب سايت، تشتركوا كمان بالقناة، تفعلوا زر الجرس. وفي عندي برنامج للبيانو بيعلمكم تقريبا 16 غنية 16 تقنية مع النوتات تبعولها، برنامج كامل من السهل للهين. تشوفوا الأكوريد على الفيديو كله موجود، اوكي فيكم تسألوا عنه. وبس فوتوا على زر الواتساب، في البيج كمان، في الفيسبوك بيج اللي هي اسمها بيانيسيمو ميوزك، بيانيسيمو ميوزك، اوكي. بس فوتوا على الواتساب اللي عندي، بتمنى دغري تطرحوا السؤال، اوكي، يا بالكتابة يا برسالة صوتية، انا برد عليكم. سو ثانك يو، بشوفكم بفيديو جديد، باي باي.